دعوني في البداية أرحب بضيف حلقتنا، ينضم إلينا السيد طارق نعمات الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية من لندن. سيد نعمات مساء الخير. إذن حرب شعواء ومتواصلة لأنظمة ذكرناها، على الأقل نركز على النظام المصري والسعودي والإماراتي والبحريني. كيف يمكن استيعاب بعد هذه السنوات من هذه الحرب المتواصلة، كيف يمكن استيعاب وفهم هذه المبررات المعلنة إلى حد الساعة؟ نعم، تحياتي لك أخي والسادة المشاهدين. الحقيقة أنه يعني موضوع العداء الإخوان أصبح حجر أساس في برنامج السياسة الخارجية للدول العربية التي ذكرتها، خصوصا الإمارات على وجه التحديد. يعني يغدو العداء الإخوان أحد أبرز دوافع هذه السياسة واتخاذ موقف، سواء مواقف مؤيدة أو معارضة لطرف ما. والحقيقة أنه يعني أحيانا يحتار المرء في إيجاد تفسير لهذا العداء الذي لا يقف عند حدود الخلاف السياسي. أحيانا يتصور أنه عداء أيديولوجي أو عداء وجودي، إما أنا أو الآخر. يعني يمكن بتفسيرات مباشرة وبسيطة، بطبيعة الحال الإخوان منذ الثمانينيات تقريبا هم أكبر قوة منظمة سياسية على الساحة في الدول العربية المختلفة. مع تراجع نفوذ أحزاب اليسارية والأحزاب الشيوعية والقومية، غدا الإخوان تقريبا متفردين في أي انتخابات تعقد، يعني انتخابات النقابات، الطلاب، مجالس النيابية بعد الربيع العربي. لذلك هي القوة السياسية التي ممكن أن تكون بديلا في حال تغير النظام السياسي أو في حال وجود حالة شعبية. ورغم أنه يعني تم تضخيم حقيقة، يعني تم تضخيم أولا قدرات الإخوان المالية وقدراتهم التنظيمية لهدف يعني واضح أنه ليس بريئا، يعني وتصويرهم بالغول الذي يمكن أن يعني ينقض على الحكم ما يسيطر عليه ويقلب يعني أنظمة سياسية، وهم أضعف من ذلك بكثير. إن حتى إن أرادوا، لو يعني سلمنا حقيقة أنهم بهذا الخطر أو هذه أجندتهم السياسية، هم أضعف بطبيعة الحال بكثير، مجرد حزب أو حركة سياسية مرجعيتها إسلامية، يعني عضويتها تطوعية، وحتى بناءهم التنظيمي بناء جدا بسيط يقوم على التبرعات من الأعضاء. ورغم أنهم موجودين في الساحة منذ زمن طويل، إن لهم لا زالوا يحتفظون بهذه يعني الآليات التقليدية. ولذلك طبيعة الحال هم يعني في حال وجود انتخابات حرة ونزيهة سيكون لهم حصة، ربما تكون الثلث، تكون الربع، حسب كل بلد وظروفه. على كل حال هي سيد نعمات، هي معظم هذه الدول لا توجد لديها انتخابات، لا في الإمارات هناك انتخابات يعني ديمقراطية، ولا في السعودية يوجد صندوق أصلا، ومصر هناك انتخابات شكلية كما يقول كثيرون. لكن القوة المالية والقوة التنظيمية التي تتمتع بها جماعة الإخوان على الأقل كما يقال، هذه ليست مجرمة في كل هذه القوانين التي عرضناها للدول الأربعة أو الخمسة. إذن هل هذا الغلاف الذي يلصق لجماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية هو غلاف مزيف وأكذوبة، وبعض الشعوب العربية ربما باتت تصدق مثل هذه الأشياء؟ يعني حقيقة أنه التجريم شيطنة الإخوان، خلينا نقول هو حقيقة السطر الخفي فيها هو شيطنة القوى الحية الشعبية الغير مرتبطة بالسلطة. رغم أنه حتى الإخوان ليست قوة ثورية، لكنها ممكن أن يعني توائم متطلبات الشارع في حال هذا الشارع زي ما حصل في مصر وفي تونس، لكن هي في الأصل تقدمت نفسها على أنها قوة إصلاحية. ورغم ذلك ترى هذه الأنظمة خطرا كبيرا في الإخوان كما قلت، لأن هي القوة الوحيدة المنظمة، لا يوجد هناك الأحزاب والحركات اللي ممكن نسمع عنهم في الإعلام، لا يوجد لهم وجود قوي في الشارع. والدليل هو صندوق الانتخاب، الانتخابات اللي حصلت في مصر بعد الثورة وفي تونس والتي حصلت تحصل في الأردن وفي الكويت، وكل كل مكان يوجد فيه انتخابات نزيهة يكون للإخوان أو أي تيار متأثر فيهم إسلامي يكون له حصة جيدة من الأصوات. وهذا ما يزعج هذه الأنظمة، أنه ممكن الإخوان أن يعني أن يكونوا بلحظة ما هم طليعة هذه القوة السياسية في حال حصول تغيير شعبي. ولذلك
هو يعني العداء بالأصل أو يعني خلينا نحكي الخوف هو من تغيير سياسي شعبي يعني تقوم به قوة غير مرتبطة في السلطة. إذن هذه الأنظمة إذن تخشى القوي في الشارع ولهذا تحاول تجريمه. لكن دعنا ننظر إلى الوجه الثاني للعملة أو لهذه المعادلة إن صح القول. هذه الأنظمة هل نرى من بينها نظام مثال للاستقامة والحكم الرشيد والنظام الديمقراطي حتى نصدقه؟ والله أنا شخصيا وربما الكثير ممن يتابعوننا الآن يعني في محاولة بحث متأنية ومتوازنة، من هذه الأنظمة يمثل ولو يعني نسبيا مثال لهذه الشعوب حتى نقتدي بحربه هذه ضد الإخوان؟ يعني خلينا نركز على قضية ما. هم يتهمون هذه الأنظمة اتهمت الإخوان بالإرهاب، جميل، لكن هل هذا الاتهام مبني على مثلا قرار وتحقيق قضائي لهيئة قضائية مستقلة؟ يعني حتى الهيئات الشرعية التي أفتت بأن الإخوان هم إرهابيون وخوارج هذا العصر ليست هيئات شرعية مستقلة، والهيئات الشرعية التي عندها بعض الاستقلال مثل الأزهر مثلا رفض يعني الانخراط في هذه الحملة. ولو أخذنا تحقيقات دولية أجريت حول ارتباط مثلا الإخوان في الإرهاب، نجد تحقيق لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني السابق التي يعني محصت وبحثت والتقت بعديد من قادة الإخوان واستعانت بمعلومات استخبارية، وجدت أنه كل الكلام عن ارتباط الإخوان بالإرهاب وهذا كله كلام فقط هو تروجه أنظمة بالأساسية متهمة بأن النمط الاجتماعي والديني هو الذي قاد لبعض وجود هجمات إرهابية. يعني هو أثبتت الدراسات أن الأنظمة القمعية والبلدان التي يسود فيها شعور اليأس والقمع والإرهاب أحد أسباب يعني ممكن رواج الإرهاب عند بعض الشباب. لذلك الحقيقة أنه الإخوان وكما أثبتت دراسات كثيرة والباحثون المستقلون الغربيون، الإخوان كانوا قناة التي يعني منعت انضمام كثير من الشباب باتجاه الإرهاب من خلال تقديم خطاب وسطي وخطاب معتدل يهذب الطاقات ويوجهها باتجاه مسار إصلاحي يقوم على يعني التوافق بين المبادئ الإسلامية والتوافق بين احترام حقوق الإنسان وما إلى ذلك. الحقيقة أن هذا النموذج يبدو أنه غير مناسب، يزعج بعض الأنظمة وجود تيار معتدل قادر على إقناع الناس خصوصا من الطبقة الوسطى والتي يعني لها دور أساسي في المشاركة السياسية، وجود هذا التأثير لدى هذا التيار يزعج ويخوف. وفي كمان نقطة مهمة جدا أنه الإخوان يسهل أن تحرض ضدهم، معنى أنه الإخوان ليسوا تنظيما مسلحا ولهم دولة مثلا كما يشاع تدعمها يعني ضد دول أخرى، لذلك هم يعني تنظيم مدني يعني لن يكون له ردات فعل مثلا ممكن أن تؤثر هذه الأنظمة أو ذات. لذلك هم يعني استمرأوا قصة شيطنة الإخوان وحاولوا إقناع إدارة ترامب رغم يمينيتها وعنصريتها، حاول إقناع بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية، ولكن يعني اصطدموا. ليس أن الإدارة الأمريكية لا تريد ذلك، هي تريد، لكن اصطدمت بعقبات أنه رأت أنه لا يمكن، أولا لا يوجد شيء اسمه تنظيم الإخوان العالمي تنظيم واحد، هم تيار وتنظيمات مختلفة قطرية، وثانيا أنه الإخوان لهم وجود في البرلمانات وجود في بعض الحكومات ويعني مؤثرين في بعض المؤسسات المدنية تأثير ناعم، يعني هي القوة الناعمة ليس تأثير مثلا كما يذاع لشبكة ضخمة أو سرية أو تنظيم سري يسيطر كما تحاول بعض الأنظمة تصويره، لا لأنه هو يعني كثير موجود منذ 70-80 سنة في هذه الدول وتأثرت فيه في هذه النقطة. سيد نعمات واعذرني على المقاطعة، في هذه النقطة الأنظمة هذه التي ذكرناها كان النظام السعودي أو الإماراتي أو حتى المصري أو غيره، رغم أن النظام المصري الحاري شارك مع الإخوان في الحكم ثم انقلب عليهم وشيطنهم بعد الانقلاب، هذه الأنظمة تقول بأنه، ولا أدري، على كل حال أنا أطرح السؤال هنا ولست في وارد أن أفتي، هل هو خلط متعمد أم خلط بحكم قلة المعرفة لهذه الأنظمة أو لا أدري ماذا؟ هي تقول بأنه كل الجماعات الإرهابية ولدت من رحم الإخوان
والإخوان هؤلاء ديدنهم الوصول إلى السلطة ولا يوالون الحاكم وما إلى ذلك من هذا الكلام، كيف يمكن أن يرد على مثل هذا الخطاب؟ لا، الحقيقة أن هذه الأنظمة لا يمكن أن تكون تحركاتها ضد الإخوان ناجمة عن جهل. هذه الأنظمة تعرف الإخوان جيداً، وكما قلت الإخوان ليسوا تنظيماً استخباري وتنظيم مدني يصل اختراقه، وأصلاً معلومات عنه منشورة وهناك أبحاث عنه منذ عشرات السنين، لذلك ليس سراً استخبارياً. الأنظمة تعرف إنه الإخوان أصلاً ليس تنظيماً ثورياً يعني بالأساس، لكن هو الذي يزعجهم وجود يعني جذور شعبية لهذا التنظيم، وأن هذا التنظيم لا يمكن مثلاً أن يمشي بركاب السلطة رغم الاتهامات الكثيرة له في بعض البلدان، لكنه في الأخير لا يمكن أن يكون أداة بيد السلطة أو يمشي في آخر الخط يعني بالخطاب السلطوي الذي لا يريد أي يعني انتخابات أو أي تغيير، ولا حتى على مستوى التغيير إدارة النموذج الصيني كما يقولون، يعني نظام اقتصاديا متقدم لكنه سياسيا متراجع. لا يوجد أصلا مثل هذا الطرح الرسمي يعني لا. كل الذي يتم التركيز عليه هو أننا يجب أن الثورة هي الخطر، التغيير الشعبي هو الخطر، لا نريد أن نكون زي مثل العراق وسوريا. يعني هذا هو الخطاب الشعبوي الذي تستخدمه نعم. هذه الأنظمة، وتريد أن توصم الإخوان بكل الجرائر. يعني دعني أختم معك بسؤال سيد عماد في هذا الإطار أيضا، لأن البعض الحقيقة يحتار وهو يلاحظ المصلحة الآنية والاستراتيجية لهذه الأنظمة، ربما لو مدت أيديها لكل التيارات السياسية بما فيها الإخوان لحققت الاستقرار والنماء والرخاء، ولا تمكنت أيضا من التقدم خطوات سريعة نحو ديمقراطيات حقيقية تؤسس لتداول سلمي على السلطة وما إلى ذلك. لكن هذه الأنظمة اختارت ما يعارض مصالحها ومصالح شعوبها بهذه الحروب العبثية. البعض يقول بأن الحقيقة هذه الأنظمة قد ربما تدرك بأن هذه المعارك ليس من مصلحتها، ولكن هذه معركة هي مأمورة بالقيام بها بالنيابة عن طرف آخر، قد تكون دولة الاحتلال إسرائيل، قد تكون دول غربية، قد تكون. هل هذا وارد مثل طرح مثل هذا السؤال؟ المعركة ليست لهذه الأنظمة بل هي معركة بالنيابة؟ يعني في هاي يعني نقطة نظر وجيهة. لماذا؟ لأنه مثلا في بعض الأنظمة قدمت نفسها بعد 11 سبتمبر أن هي التي تستطيع، أن هناك مشكلة. يعني النظرة اليمينية للعالم الإسلامي، النظرة العنصرية، تقول أنه مشكلة إرهاب ليست مشكلة مظالم سياسية أو تطرف فكري، هي مشكلة ثقافية كامنة في الدين نفسه، وهناك منظرين كثر نظروا لذلك، واليمين السياسي يتبنى هذه النظريات. فهذه الأنظمة قدمت نفسها للغرب أن تقول أنا أريد أن يعني أساعد في القضاء على مشكلة الإرهاب وما إلى ذلك من خلال ابتكار الخطاب الإسلامي الذي يسمونه الوسطي والمعتدل. هو الحقيقة يعني وسطي معتدل بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهم يعني. لكن في الحقيقة أنه الذي تركز عليه هذه الأنظمة هو أن يعني تقديم يعني دور الوكيل والأداة التي يمكن أن تقوم من خلالها ببرمجة خطاب إسلامي معتدل. ويقدمون مثلا الإخوان، هم حاولوا أن يقنعوا مثلا كما قلت إدارة ترامب، واستغلوا وجود فريق صهيوني كامل حوله، حاولوا أن يقنعوه بتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، وإقناعوا أن هم هذه الأنظمة هي التي تحمي المصالح الأمريكية والمصالح الغربية من غول التطرف الإسلامي الذي يقود الإخوان. والحقيقة أنه حتى الأنظمة الغربية المعتدلة لم تقتنع بذلك يعني، ولم تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد. طبعا هم يراهنون على أنه صعود اليمين المتطرف يصعد شيئا فشيئا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن بطبيعة الحال هذه الأنظمة الغربية يعني هناك على الأقل شيء من العقلانية، شيء من مراكز البحوث، شيء من يعني نوعا ما الخطاب العقلاني. ولذلك هم حاولوا ويحاولون لشيطنة الإخوان، تقديم أنفسهم أن هم الحامي وهم الجدار الذي يمكن أن يقف بين التطرف الإسلامي وبين الغرب. الأستاذ طارق نعمات الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية كنت معنا من لندن، نشكرك جزيل الشكر.